بعد كده هنروح بقى المقادير، الكريم نفسه هنتكلم عليه ونطلع منه كام حاجة مهمين قوي. أول حاجة عشان يطلع معايا الكراميل مظبوط، طاستين كده على النار هكرمل فيهم السكر، وهنشوف دلوقتي هنحط السكر ازاي عشان يتكرمل معايا صح. بسم الله. أول حاجة هعملها هحط السكر على شكل دايرة، في شكل دائري. ازاي الكلام ده؟ باخد بالمعلقة كده واعمل كده على الحروف كده الأول، ماشي، وبعدين جوه، وادي شكل الدايرة اللي بقول لكم عليه. لاحظوا حاجة، ان انا ما جيتش كوباية السكر اللي معايا رحت دباها على طول في الطاسة وعايزاه يتكرمل، هيحجر معاكي وهيقلب بحبيبات خشنة عمرها ما تدوب ابدا. لازم تبقى طبقة سكر خفيفة بالشكل ده وتتحط كده على شكل دايرة، او بمعنى صح مفرودة كده جوه الطاسة، مش مجرد انها محطوطة في النص بس، لازم تتفرد كده في قعر الطاسة. تعالوا على الطاسة التانية نفس الحكاية برضو بالمعلقة، بصوا كده اهو برضو مفرود على شكل دايرة، ومش عاملة طبقة تخينة منه، ده انا عاملة طبقة متوسطة، وهخلي السكر والمعلقة جنبي عشان كل اللي هيتكرمل واخده هرجع احط غيره تاني. تعالوا نلاحظ حاجة، مش هحط فيه معلقة ومش هقلبه، وده من اهم عوامل نجاح الكراميل معاكي. طب هعمل ايه؟ اول ما الاقي السكر بيبتدي يسيح كده وبيبتدي يبقى عامل لي زي الميه او بيبتدي يبقى سايل، هروح ماسكه الطاسه كده، كل اللي هعمله ان انا هحرك كده بس كده، وارجع احط تاني على النار. ما تحطيش معلقه خالص دلوقتي، مش في المرحله دي خالص. التاني لسه ما دابش، فمش هحركه حتى بالطاسه ولا اي حاجه ولا هاجي ناحيته. ده اهو يا جماعه بصوا ابتدى يدوب اهو كده، شايفين ازاي بحركه كده يمين وشمال، وده لازم واساسي معايا. عمل لي احلى كراميل، بس عندي لونه لسه فاتح شويه، هحطه على النار وهوطي بقى النار شويه على ما احضر الحاجه اللي هعمل فيها الكريم كراميل بتاعي. حاضر، ادي الفويل، وفين الصينيه اهي، وابتدى اهو يتحروق معايا ويدي. بعرفه من ايه؟ بعرفه من الريحه، بيديني ريحه الكراميل خالص. شايفين عامل ازاي؟ بقى سايل كده وزي العسل ازاي، والتاني كمان زيه اهو، ابتدى التاني كمان يسيح. اهم حاجه يا جماعه عشان اللي بيفشل معاهم الكراميل، وانا عارفه انه بيبقى عقده، اهم حاجه من فضلكم ما نحطش فيه معلقه نهائي. هحط بقى كده القوالب بتاعه الكب كيك الفويل، لقيتها حلوه جدا جدا يا جماعه في الكريم كراميل، بتدي شكل حلو جدا وبتطلع لي نتيجه فوق الممتازه. هعمل ايه؟ ادي اول شويه سكر كرملتهم، هاخد كده بسم الله في القوالب من تحت. نكلم طيب ام يوسف. يا ام يوسف ما شاء الله على القمر والعسل ده، حبيبه قلبي، ازيك يا ام يوسف؟ والله الله اكبر عليك يا شيف، هي اللي عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يخليك، انت اخبارك ايه يا حبيبتي؟ والله الحمد لله، طول ما انت بتقولي احنا الحمد لله. ربنا يخليكي، طول ما انتوا كلكم موجودين في حياتي انا كويسه وبخير يا حبيبه قلبي. والله ربنا يخليكي لينا يا رب. تعيشي تعيشي يا حبيبتي. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. هعمل لكم النهارده بقى كريم كراميل. تسلم ايدك، واحنا وراكي على طول ان شاء الله. على المعمل على طول يا ام يوسف. لا ان شاء الله باذن الله. تسلمي لي يا رب، ما تحرمش منك يا حبيبتي ابدا. ممكن اسلم على اصحابي في بيت العيله؟ يلا اتفضلي يا حبيبه قلبي. انا بقول لاصحابي في بيت العيله وحبايب قلبي، انا بحبكم قوي قوي، وربنا يخليكم لي يا رب يا حبيبتي، ويخليكي لينا يا شيف هاله عشان انت اللي مجمعانا كلنا في الخير. حبيبتي ربنا يخليكم انتوا كلكم ليا يا رب، ما تحرمش منك ابدا. اشكرك يا ام يوسف. بعد ما خدت الكراميل اللي ساح حطيته في القوالب كده، بس خدوا بالكم برضو من تكاية مهمة، كل ده أنا ما يهمنيش المقادير قد ما يهمني كل التكات اللي بنطلعها. قبل ما أحط الكراميل في القوالب حطيت القوالب في الصينية اللي هيستوي فيها، ليه؟ عشان أنا بعد كده مش هحركه كتير، بعد كده هروح حاطة مية سخنة وأدخله الفرن، فانت ترصي حاجتك بالشكل ده وتظبطيها قبل ما تبتدي في اي حاجه. حطينا الكراميل، لسه عندي قالبين ما تحطش فيهم، وقالب عايز شويه كمان. نفس الطاسه اللي كرملت فيها وهي مطرحها كراميل زي ما هي، احط فيها السكر تاني مفيش اي مشكله.
تعالوا نشوف هنحطه ازاي تاني بشكل دائري كده اهو، وما بحطش طبقة تخينة فوق بعضها. في الطاسة التانية نفس الحكاية، كل ما كانت الطبقة خفيفة وبشكل دائري بالشكل ده كل ما نجح معاكي وطلع معاكي احلى شوية كراميل ان شاء الله. طيب بالنسبة بقى للكريم نفسه، ايه التكات الحلوة اللي موجودة عندي؟ وانتي مغمضة كده كل كوباية لبن هتعملي بيها الكريم كراميل عليها 2 بيضة، ما تقلليش عن كده، هيطلع معاكي كريم كراميل متماسك ناعم طعمه حلو جدا جدا، وفي نفس الوقت انا بزود قوي القيمة الغذائية بتاعته. يبقى كل كوباية لبن قصادها 2 بيضة وانت مغمضة. انا بعمل دلوقتي النهاردة مقاديري على ايه؟ على 2 لبن. 2 اللبن يبقى معنى كلامنا انه هياخدوا 4 بيضات. وليه حاطة لبن بودر؟ في ناس كتير بتقولك لا الكريم كراميل مش عايز لبن بودر. ليه هنحط لبن بودر؟ بيساعد على تماسك الكراميل الكريم نفسه، وفي نفس الوقت ما بيخليش السمك بتاعه اللي بياخده يهبط. في ناس بعد ما بتسويه وتطلعه بيرجع يهبط، بتبقى هتتجنن، طب هبط ليه وايه اللي حصل؟ فانا عندي اللبن البودر، غير طبعا ان هو بيضيف له طعم حلو، طعم زي الجاهز كده واحلى كمان، بيساعد على تماسك القوام بتاعه. طيب لو انا ما عنديش لبن بودر هل في بديل ليه؟ اه طبعا في بديل. ايه هو؟ النشا.